استمرارا للجولات التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى ليبيا للمدن الليبية، وصل غسان سلامة في زيارة رسمية لمدينة بنغازي هي الثالثة منذ توليه مهام منصبه. شملت الزيارة افتتاح مدرستين بعد إعادة صيانتهما من قبل منظمة اليونيسيف، فضلا عن عقد اجتماع مع مشايخ القبائل وسياسيين وحقوقيين حول تقييم عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وسبل حل هذه الأزمة. جولات غسان سلامة للمدن الليبية ما زالت مستمرة الواحدة والأخرى. زيارة المبعوث الأممي إلى ليبيا لمدينة بنغازي هي الثالثة منذ توليه المهمة، لكنها هذه المرة أوسع وأشمل. افتتح خلالها مدرستين للتعليم الابتدائي تم إعادة الترميم والصيانة لهما برعاية اليونيسيف، وزيارة هي الأولى للمدينة القديمة التي دمرها تنظيم داعش وأحرق المباني الأثرية فيها. لكن كالعادة يظل الجانب السياسي هو المسيطر على تلك الزيارة. مبادرة سلامة حول تعديل مهام السلطة التنفيذية في اتفاق الصخيرات السياسي والتي وافق عليها مجلس النواب بأغلبية أعضائه، يرى سلامة أن إجراء حوار مجتمعي حولها وحول الأزمة بشكل عام لا يقل أهمية عن المفاوضات التي تجرى حول تعديل الاتفاق السياسي، وهو ما أكد عليه خلال اجتماعه مع شيوخ القبائل والشخصيات العامة. هناك من يطالب بمصالحة وطنية شاملة نعمل لها، هناك من يطالب بانتخابات رئاسية، وستجدون بعد نحو أسبوع من الآن أننا عملنا لها أكثر بكثير مما يعتقد البعض، وهناك من يريد معالجة الأمور المعيشية، فحاولنا من خلال تعديل الاتفاق السياسي أن نعالج هذا الأمر. لذلك نقول أن يوم بزوغ المؤسسات الثابتة والنهائية في ليبيا ليس بعيدا، ليس بعيدا. يبدو أن الحل الأممي للأزمة الليبية يشهد مخاضا عسير، وأن عامل الوقت واستفحال الأزمة الاقتصادية وحالة الضغط التي يعيش فيها الشارع الليبي تحتم اتخاذ خطوات سريعة نحو إجراء الانتخابات في ظل حكومة موحدة. بكر الشرقاوي، بنغازي، All Life.